بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة، معالي مدير الجامعة دكتور خليل، الإخوة وكلاء الجامعة، الأبناء طلاب هذه الجامعة، أيها الإخوة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن الأمر كما وصفه المقدم لهذا الحضور وفقه الله من الخطورة، مما يجب علينا جميعا أن نواجه هذه الخطورة بما يدرأ شرها عن الجميع، ولن نستطيع ذلك إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى، ثم بتعلم العلم النافع في كل مجال نافع من مجالات العلم. فالأمة بحاجة إلى العلم النافع، العلم الشرعي، وهذا على الرأس والعين، وهذا هو الأصل، والعلم الدنيوي الذي هو مساعد على القيام بالعلم الشرعي. ونحن بحاجة إلى العلماء في الشريعة من قضاة ودعاة ومفتين وخطباء، ونحن كذلك، وأيضا من علماء اللغة العربية التي هي لغة ديننا، كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. كذلك نحن بحاجة إلى العلوم المساعدة، مما أوجده الله في هذا الكون مما يساعد على تنفيذ العلم النافع ونشره، من الصناعات والمخترعات وعلوم الطب والزراعة وغير ذلك من التخصصات التي تحتاجها الأمة وتستغني به عن الاستيراد من الآخرين. وهذا ميسر ولله الحمد إذا وجدت العزائم، وأوجد الله لنا المال ما يساعد على ذلك، وكل هذا متوفر ولله الحمد. ولهذا اتجهت رغبة ولاة الأمور حفظهم الله لفتح الجامعات في مختلف التخصصات في المملكة لأجل هذه المهمة العظيمة، وهي أن تنهض الأمة في مواجهة أعدائها المتربصين بها، بعد أن تأخذ بدينها وعقيدتها وعبادة ربها واتباع رسولها، فهي أيضا بحاجة كما ذكرنا إلى العلوم النافعة التجريبية، وهذا ولله الحمد متوفر في هذه الجامعة، جامعتنا جامعة حائل، وأخواتها من الجامعات في المملكة العربية السعودية. فالفرصة متاحة أمام الجميع،
ولكن الشأن في العزائم والجد والاجتهاد في استغلال هذه الفرصة، تزود من العلوم كل في مجال اختصاصه. والله جل وعلا وزع المواهب على العباد، فمنهم من عنده موهبة العلم الشرعي والتطلع إليه والحرص عليه، ومنهم من عنده موهبة اللغة العربية ومشتقاتها التي هي خادمة الشريعة، ومنهم من عنده موهبة الصناعة والاختراع، ومنهم من عنده موهبة الطب، ومنهم من عنده موهبة الجندية والعلوم الحربية، إلى تخصصات كثيرة تحتاجها الأمة. ولذلك هذه الجامعات هي تلبي هذه الضرورات، والحمد لله لم يبق لنا عذر الآن في الاستعداد لتحمل المسؤولية ومواجهة المستقبل الذي يعلمه الله سبحانه وتعالى. والله حثنا على ذلك، حثنا على تعلم العلم الشرعي، وهذا في المقدمة، حثنا على تعلم العلوم الحربية بأسلحتها المتطورة في كل زمان بحسبه، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونه لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وكذلك الله جل وعلا وجهنا إلى أن نأخذ بأسباب القوة في كل مجال يثري الأمة ويغنيها عن غيرها. وما هذه الجامعة وأخواتها إلا دور لتلقي هذا العلم بمختلف أنواعه دينيا ودنيويا. وأنتم والحمد لله قد نذرتم أنفسكم القيام بهذه المهمات، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وإصلاح النية والحرص على مواصلة تعلم والتزود من العلم كل أنواعه، وعدم الملل والكسل أو الطمع الوظائف واستعجال الوظائف، فأنتم في وظائف عظيمة، أنتم في وظائف ربانية تخدمون دينكم وأمتكم، فعليكم علينا وعليكم جميعا الاستعداد كل فيما يخصه وكل في تخصصه، لأجل أن تجتمع الهمم والتخصصات وسائر العلوم لخدمة هذا الدين وخدمة أهله وحماية البلاد من كيد الأعداء وتربص المنافقين. وأما ما أشار إليه أخونا المقدم وفقه الله من وجود أفكار منحرفة، فهذا من أخطر ما يجب علينا مواجهته، ولن نواجهه إلا بالعلم المؤصل، علم الصحيح. هذه الأفكار ما نشأت إلا بسبب الجهل واحتقار العلم والعلماء والتنفير منهم بأنهم
علماء سلطة بأنهم طلاب دنيا بأنهم فكرههم من يسمع كلامهم ممن يتأثر به، كره علماء البلاد وأقبل يتعلم العلم على الكتب والقراطيس أو على جهال من أمثاله، حتى واستغلهم أيضا دعاة الشر، دعاة على أبواب جهنم تسمون بالعلم والنصح وهم من أشد الناس عداوة لهذا الدين وأهله. فنشأ من ذلك هذه الأفكار الهدامة، وهذا له سلف سابق من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. المنافقون ماذا نزل فيهم من القرآن؟ لأنهم يكرهون هذا الدين وأهله، ولكنهم يتسمون به خداعا، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. هناك من فيهم دين ولكنه دين خرج عن حدوده، أخذتهم الغيرة بما يسمونه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو هو المنكر نفسه، حيث خرجوا عن الحد المشروع في ذلك إلى المنكر الذي هو أشد. فما نبتت نابتة القدرية ونابتة الجهمية ونابتة الشيعة ونابتة إلا من لقاح هذه الأفكار الخبيثة ودعاتها، ولا تزال بل تتطور تغذيها الدول الكافرة، وفي مقدمتهم اليهود، تغذي هذه الأفكار، تنشرها بيننا لأجل أن تضرب الإسلام بها وبأبنائها. فعلينا جميعا أن نحذر من هذه الأفكار وأن نحذر منها، وأن ندعو من يقبل الدعوة منهم لعل الله أن ينقذه. فإن الخوارج لما خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وشقوا عصا الطاعة بحجة الغيرة لهذا الدين ووصف الصحابة بالتهاون والتكاسل، خرجوا يريدون أن يقوموا بالإسلام بزعمهم، وانحازوا على أنفسهم، وإلا فهم لا يعوزهم الدين والخوف والبكاء، كما قال صلى الله عليه وسلم: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، صيامكم إلى صيامهم، وعبادتكم إلى عبادتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. لماذا؟ لأنهم اعتزلوا العلماء الربانيين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حينما سئل الحسن البصري رحمه الله إمام التابعين، حينما سئل عن مرتكب الكبيرة التي دون الشرك ما حكمه؟ قال: حكمه أنه فاسق لكنه لا يخرج من الإسلام، فهو مؤمن ناقص الإيمان. وكان من تلاميذه واصل بن عطاء الغزال، فقام واعتزل مجلس الحسن وقال: إنه يكفر، إنه يخرج من الدين، يخرج من الإسلام ولا يدخل في الكفر، فهو بالمنزلة بين المنزلتين. ثم انحاز معه طلاب وابتعدوا عن مجلس الحسن البصري وقالوا بالمنزلة بين المنزلتين. والخوارج يزعمون أن عليا كافر رضي الله عنه،
وأن صحبه كفار، فقاموا يريدون قتالهم، خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الخليفة الرابع من الخلفاء الراشدين. علي رضي الله عنه لم يبادرهم بالمؤاخذة والعقوبة، بل أرسل إليهم حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس بن عمه رضي الله عنه ليناظرهم ويسألهم عما ينقمون ويكشف ما عندهم من الشبهات. فذهب إليهم ابن عباس رضي الله عنه، وكانوا مجتمعين في حرورة، ولذلك يسمون بالحروري نسبة إلى المكان. ذهب إليهم وناقشهم وأفحمهم، ورجع منهم 6000 تابوا إلى الله عز وجل، والبقية أصروا على القتال. انضم إليهم من انضم من أوباش الناس، فكانت معركة صفين، كانت معركة النهروان، كانت معركة النهروان التي قتل فيها علي رضي الله عنه الخوارج شر قتله ونصره الله عليهم. ويعد هذا من فضائله رضي الله عنه، حيث أخمد شرهم وكسر شوكتهم ودحض شبهاتهم، ولكن لا يزال لهم ورثة، والشيطان وأعوانه لا ييأسون أبدا، وإن قمعوا في وقت فإنهم لا يتركون مهمتهم الشيطانية، فيخرجون على الأجيال لكل جيل بحسبه، حتى خرجوا في وقتنا. ونشأ من ذلك ما ذكره المقدم وفقه الله من هذه الأفكار المنحرفة. وأنا أقول الخطر ليس في خطر الغلو والتطرف فقط، بل يقابله خطر الانزلاق والتساهل في الدين، وبحجة التسهيل على الناس الانزلاق عن الدين حجة أن الدين شديد وأنه فيأمرون الناس في الأخذ بالترخصات والأقوال الخاطئة، ويلتقطون من هنا وهناك ما يؤيد فكرتهم، فكل من الطائفتين يحاول إخراج المسلمين عن دينهم. هؤلاء من جهة الغلو والتطرف، وهؤلاء من جهة التساهل يحاولون هذا. وهذا رأي الشيطان الذي هو قائدهم. قالوا إن الشيطان يشم ابن آدم، فإن رأى منه رغبة في الخير حثه على الزيادة حتى يخرجه من الدين بالتشدد والغلو، وإن رأى منه محبة للشهوات حثه على التساهل والأخذ بالشبهات حتى يخرجه عن دينه. فهو لا يريد الدين الصحيح والاعتدال، يريد أن يخرج المسلمين من هنا أو هنا. وهذا ما عليه دعاة الضلال الآن بأنواعهم، فرقة يدعون إلى الغلو والتطرف والتخريب، فرقة يدعون إلى التساهل والانحلال والأخذ بترخصات الباطل، وكلاهما موجود. ما الذي يحصل من هؤلاء إلا العلم النافع والأخذ بمذهب السلف الصالح والاستدلال بالقرآن والسنة على الوجه الصحيح؟ وإلا كل يزعم أنه يستدل بالقرآن والسنة، لكن الكلام على الاستدلال الصحيح، وهذا لا يحصل إلا بالتعلم على أيدي العلماء الربانيين. فلا بد لهذا الأمر من الحزم، وكما أشرت
لا بد أيضا من الأخذ بأسباب القوة مما أوجده الله جل وعلا في هذا الكون من المنافع التي تحتاج إلى عناية وإلى تعاون. وأحسب هذه الجامعات السعودية إن شاء الله أنها تجمع بين الأمرين، كليات شرعية، كليات طب، كليات زراعة، كليات هندسة وهكذا. فإذا تخرج أبناؤنا من هذه الجامعات كل في تخصصه فإنه بإذن الله سينفع هذه الأمة ويدفع الله به شر أعدائها. فأوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى وإصلاح النية لله والإقبال على تعلم العلم النافع دينيا أو دنيويا كل في تخصصه، وتتوافر الجهود بإذن الله، وتنسد الطرق على دعاة الشر الذين وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها. دعاة الشر نشيطون ولا يملون ولا يكلون، أما دعاة الخير فهم موجودون والحمد لله، ولكن يأتيهم الملل، يأتيهم الكسل، يأتيهم الياس إلا من رحم الله عز وجل. يجب علينا أن نتبصر في هذه الأمور وأن نأتيها عن طريق صحيح، وأن نعالجها بالعلاج المناسب، وهذا يكون على أيدي المدرسين وفقهم الله كل في تخصصه. ويعلم المدرس أنه يربي أبناء المسلمين ويهيئهم لتحمل المسؤولية إما دينيا وإما دنيويا، فعلى المدرسين وفقهم الله كل في اختصاصه أن يقوم بما أوجب الله عليه، وأن يستشعر أنه يعمل للأمة ولا يعمل لنفسه فقط، إنما يعمل للأمة، وأنه مأجور إذا صلحت نيته. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأترك المجال إن كان هناك أسئلة في الموضوع. نعم، شكر الله لشيخنا هذا التوجيه المبارك، ونسأل الله جل وعلا بأسمه الحسنى وصفاته العلى أن يجزل له الأجر والمثوبة. شيخنا، من الأسئلة التي وردت: هل تحققت عوامل القوة في الأمة أم لا؟ نعم، تحققت عوامل الأمة في القوة وفعلت فعلها، ولذلك فتحوا المشارق والمغارب وأسقطوا الدول الكبرى، استولوا على ممالكها. ما حصلوا على هذا إلا بالقوة، القوة العلمية والقوة التجريبية. هذا شاهد لهذا القرآن الكريم ولهذه السنة ولهذا الدين بأنه الدين العالمي الصالح لكل زمان ومكان، ولكن الشأن في الحملة الذين يحملون. فأنت لما يكون عندك سلاح فتاك لكن وضعته في رف أو على أو في مخزن أو في، ما ينفع إلا إذا حملته واستعملته في مواضعه. فهذا الدين إذا حمل حملا صحيحا فإنه دين البشرية، ولا يقوم في وجهه قائم، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. فقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. نعم، كان السائل شيخ يقصد في هذا الوقت، يعني في هذا الوقت. نعم، في هذا الوقت وفي قبل وفي من قبل. هذا الوقت إذا تخلف عما ما كان عليه من قبله سقط، لكن إذا أخذ بما أخذ به سلفه نجح بإذن الله. نعم،
يقول يوجد لدينا في الجامعة أعضاء هيئة تدريس غير مسلمين، ومن واجبنا الدعوة إلى الله عز وجل، وهذا نصح الرسل والأنبياء، نرجو توجيه معاليكم لهؤلاء. يعني يقصد المسلمين الموجودين في الجامعة أنهم يجتهدون في قضية النصح لإخوانهم. يعني لا، ما هم إخوانهم، هم كفار، لكن قال أنهم يحتاجون إلى دعوة، يحتاجون لأنهم يجهلون هذا الدين، فيدعون إليه بحكمة وطريقة مناسبة، يدعون إليه ويبين لهم أنهم يجهلونه، لا إلا الله أن يهدي منهم من يريد له الهداية. نعم. يريد تفسير قوله تعالى والذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم عن صلاتهم ساهون مراد بهم الذين يضيعون الوقت، وقت الصلاة، لأن الله وصفهم بأنهم مصلون، فويل للمصلين، يصلون لكن يؤخرونها عن وقتها، وهذا هو السهو عنها، كما أنه هو التضيع لها، كما في قوله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، وإضاعتها إضاعة وقتها، لأنها إذا أخرجت عن وقتها من غير عذر شرعي فإنها لا تقبل منه وليست صلاة صحيحة، لأنه أتى بها في غير وقتها الذي حددها الله، حدده الله لها، وليس له عذر في ذلك. أم إن كان عذره خرج عن استطاعته كالنوم الذي غلب والنسيان الذي غلب، كما قال صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. أما من تعمد إخراجها عن وقتها وداوم على ذلك فإنها لا تقبل منه. نعم. قد ذكرت أو ذكر فضيلتكم الخوارج وتكفير لعلي، ما رأي فضيلتكم بمن غلب علي رضي الله تعالى عنه؟ كلهم ضال، الذين هو الآفة تأتي من الغلو ومن التساهل، الآفة تأتي من أحد الطريقين، فالذين غلوا في الصحابة يقابلون الذين كفروهم، غلوا في الصحابة حتى اعتقدوا فيهم الاعتقاد السيء، هؤلاء لا يقلون شرا بل يكون شرهم أكثر من الذين تساهلوا في حقهم، أشر هؤلاء يسمون بالشيعة الغلاة، الشيعة الغلاة إنما يوالون أهل البيت فقط ويكفرون من عداهم من أهل السنة والجماعة، ويزعمون أن أهل السنة والجماعة يبغضون أهل البيت ويقولون لا ولا إلا ببراء، نحن نوالي أهل البيت ونبغض من يعاديهم، أهل السنة والجماعة هم الذين يحبون أهل البيت الحب الصحيح المعتدل ويعرفون لهم قدرهم، أما هؤلاء الغلاة فإنهم ما عرفوا قدرهم على الصحيح وعلى الوجه المشروع، ليس قدرهم أن يدعوا من دون الله، ليس قدرهم أن يجعلوا آلهة مع الله أنهم ينفعون ويضرون، أنهم معصومون لا يخطئون، ليس هذا هو قدرهم، قدرهم أنهم من علماء الأمة ومن خيار الأمة، وأنهم كسائر الأمة، لا ليس لهم ميزة إلا في القرابة من الرسول صلى الله عليه وسلم، مع ما عندهم من الإيمان والعلم عندهم خير إلى خير، أما أن يعتقد فيهم العصمة، يعتقد فيهم أن الولاية لهم دون المسلمين، يعتقد فيهم أنهم ينسخون ما يريدون من الشريعة، يعتقد فيهم أنهم يملكون أن يأمروا وينهوا
وأن أمرهم ونهيهم من الله جل وعلا تلقونه من الله حتى ما يمر على الرسول بزعمه، هذا يجيهم تلقائيا. نسأل الله العافية. هل بعد هذا الكفر من كفر؟ نعم. يراهن العلمانيون والكتاب أو كتاب بعض الصحف على إخراج المرأة واختلاطها بالرجال، ولمعاليكم جهود مشكورة في الرد عليهم، ولكننا نرى في واقعنا تسارع في الخطى لإخراج المرأة واختلاطها، فما موقف العلماء من ذلك؟ موقف جميع المسلمين عموما وموقف العلماء خصوصا مقاومة هذا الفكر المنحرف الذي يريد إفساد الأمة في أخلاقها وأعراضها وإخراج المرأة عن قولها الذي خلقها الله له. المرأة نعم لها حق، المرأة تؤدي عملا في الأمة لا يجهل، المرأة لها كرامتها، وهذا إنما جاء به الإسلام. الإسلام هو الذي عرف قدر المرأة، أكرمها وعززها وجعل لها حقوقا وجعل لها عملا مناسبا منتجا. أما من أخرج المرأة عن طورها وولاها أعمال الرجال وأراد منها خلع الحياة وخلع الحجاب والسهور، أرادها أن تسافر وحدها تكابد السفر وتتعرض للأخطار وهي أنثى، أراد لها أن تلهث وراء جمع أو الحصول على قوتها وطعامها وشرابها وهي امرأة ضعيفة، أراد لها أن تتحمل أعباء الرجال، هذا هو العدو لها. وإن كان يزعم أنه يريد إكرامها ويريد، هذا هو العدو لها في الحقيقة. أما عدوها الصحيح فهو الذي يحافظ عليها ويكرمها ويحترمها ويعطيها حقوقها الشرعية، هذا هو الذي يكرمها، الذي يحثها على الحجاب وعلى الستر وعلى الحفظ على كرامتها، هذا هو الذي يريد لها السعادة ويريد لها الخير. نعم. التطاول على العلماء ظاهرة سيئة وتنشأ من الجهل، توجيه معاليكم لله. ما هو من الجهل، تنشأ من العداوة للعلماء والعلم والعلماء. الجاهل ما يتكلم في حق العلماء، الجاهل يسكت. ولكن هذا الفعل ما هو عن جهل، هذا عن ضلال وعن زيغ والعياذ بالله. وإلا فما ذنب العلماء عنده؟ هل ظلموا؟ هل أخذوا مالا؟ إنما يعادي العلم الذي معهم ويعادي العمل الذي معهم، لأنه يريد للمجتمع أن ينسلخ من دينه ومن أخلاقه، والعلماء يقاومون هذا ويردون عليه. نعم. يقول السائل: هناك هجمة شرسة على أبي بكر وعلى عمر وعلى عائشة رضي الله تعالى عنهم جميعا، وبعد حادثة الإفك الحكم الآن في تخصيص عائشة وأمهات المؤمنين. لا شك أن هذا يدل على فضل هؤلاء الصحابة، ما عادوهم ولا تكلموا فيهم إلا لما قاموا به من نصرة دين الله عز وجل وصحبة رسوله صلى الله عليه وسلم وقيادة الأمة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، ما عادوهم إلا من أجل هذا. ولكنهم خاسرون بإذن الله عز وجل، ولن يضروا الصحابة، إنما يضرون أنفسهم ويفتحون على أنفسهم باب السقوط. حتى عند الكفار الذين يشجعونهم تراهم يبغضونهم ويحتقرونهم ويزدرونهم، لكن يريدون أن يضربوا بهم الإسلام، وإلا فهم يعرفون أنهم ليسوا بشيء لا يقدرونهم. نعم. ما رأي معاليكم في تسمية الأديان الأخرى بالأديان السماوية؟ السماوية في وقتها
ما بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم نسخت هذه الأديان وأمر الجميع جميع البشر أمروا باتباع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به، يعني أمة الإجابة أمة الدعوة، لا يسمع بي من هذه الأمة يعني أمة الدعوة، لأنه يعني مكلف بدعوة العالم كله ما فيهم اليهود والنصارى، لكن خص اليهود والنصارى لأنهم أهل الكتاب. فقال: لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا دخل النار. فهي أديان سماوية، لكن قبل أن تنسخ فيها تحريف كثير، فدخلها التحريف بعد الأنبياء، ثم نسخ ما فيها من حق، وجاء الإسلام كافيا للبشرية ولله الحمد. فالدين هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم منذ بعثته عليه الصلاة والسلام، وأما قبله فكل نبي على دين من دين الله عز وجل، لكن كل شيء له أجل، كل أجل كتاب. نعم. هناك مداخلة صوتية، معلم عبد الوهاب في. السلام عليكم. عليكم السلام. شيخ صالح، نحبكم في الله. حياكم. شيخ، من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى يحب أهل السنة. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يحببكم الله. الآية يقول أهل العلم: هناك سنن تفعل أحيانا. كيف نفرق بين السنة التي تفعل أحيانا والسنن التي تفعل دائما؟ جزاكم الله خير. هذا بينه العلماء، الأصل في الأمر الوجوب إلا إذا دل دليل على أنه للاستحباب أو أنه للإباحة، فيحمل على ذلك، يحمل على الاستحباب بدليل أو على الإباحة بدليل آخر. أما ما لم يجد دليل فالأصل في الأوامر الوجوب. نعم. أقول الشيخ أحسن الله إليك، ترد أحياناً توجيهات من ولاة الأمور بالتحذير من بعض الجماعات العصرية أو الأفكار، فيحكم بعض الناس عن بيان أو عن قراءة هذا البيان أو الأمر، أو لا يخطب إذا كلف بالخطابة عن جماعة بحجة ألا يحدث فتنة. فما يعني قول سماحتكم حول هذا الاجتهاد؟ نقول: الفتنة في ترك أهل الشر ينشرون شرهم بدون أن يؤخذ على أيديهم وبدون أن يحذر من شرهم ويرد على أفكارهم، هذه هي الفتنة. أما البيان وأما الأخذ على أيدي السفهاء و أهل الضلال فهذا هو الحكمة وليس هو الفتنة، هذا درء للخطر. نعم. مداخلة للدكتور سليمان السيف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على عبده مصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نشكر لفضيلة الشيخ سماحة الشيخ صالح فوزان حفظه الله هذا الحضور الطيب، نسأل الله تعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناته. سماحة الشيخ، في الحقيقة لدي نقطتان أحب من سماحتكم التعليق عليهما. الأولى، يعني كما تعلمون أن جامعة حائل فيها كليات متنوعة، كليات علمية، وفيها أساتذة وأعضاء التدريس، ويحضر معنا عدد لا بأس به منهم يدرسون مواد مختلفة في التخصصات المختلفة. بالحقيقة يعني نريد توجيه رسالة إلى هؤلاء المدرسون الأجلاء بحمل هم الدعوة والتوجيه والتربية للطلاب. ربما يعني ظن بعض الأساتذة أن الدعوة إلى الله عز وجل وتوجيه الطلاب، توجيه التربوي الصحيح، هذه مهمة مثلا مدرسي الثقافة الإسلامية فقط، وإن كانت مادة الثقافة الإسلامية مادة أساسية في مواد الجامعة،
لكن لما يأتي توجيه من المدرس الطب البشري، لما يأتي التوجيه والنصيحة من مدرس الهندسة، هذا يكون له أثر كبير على الطلاب. فنرجو من سماحتكم توجيه حول ذلك. النقطة الثانية في الحقيقة نقطة يعني نحب من سماحتكم أيضا تبيينها، وهي بيان الضابط الصحيح في المنهج الوسطي. فإن منهج الوسط منهج يدعيه كل يعني شخص، كل يعني شخص يدعي يأتي بفكرة أو يأتي برأي أو يعمل عمل يقول مثلا هذا المنهج الوسط. فالمرجع في ذلك الحقيقة للعلماء أمثالكم في أن يبينوا ما هو المنهج أو الضابط الصحيح الذي به تضبط الأمور على المنهج الوسطي في الأقوال والأفعال. شاكرا لسماحتكم هذا الحضور، نسأل الله تعالى لكم طول العمر محسن عمل، صلى الله وسلم وبارك على عبد النبي محمد. بارك الله فيك. الجواب عن النقطة الأولى وهو الدعوة إلى الله من كل مدرس، نقول نعم، كل مسلم يجب عليه أن يحمل الدعوة إلى الله على حسب استطاعته والتوجيه. فكل مسلم مطلوب منه، مدرس وغير مدرس، لكن المدرس بالأخص عليه مسؤولية أكثر أن يوجه الطلاب، خصوصا إذا رأى منهم شيئا يحتاج إلى تنبيه فإنه ينبهه. كل مدرس سواء في علم الطب، اللي يدرس في علم الطب يرى ملاحظات على طلابه واضحة يبينها لهم ينصحهم حولها، وكذلك العلماء الواجب عليهم أكثر أن يبينوا للطلاب ولغيرهم الخطأ مع الدليل. أما الذي ليس عنده علم حسبه أن يوجه في الأمور الظاهرة التي يراها على الطلاب من خلل في ملابسه، من تكاسل في صلاته، من إلى آخره. وأما العالم فهو يبين كل الشبهات ويبين الأخطاء في الأقوال، يبين لهم ذلك. وأما طريق الوسط فهو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، حيث أجاب هو صلى الله عليه وسلم عن هذا السؤال، قال: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. الطريق الوسط هو ما كان عليه سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم من الأئمة الهداة، هذا هو الطريق الوسط. نعم. ما رأي عليكم برضاع الكبير وفك السحر بالسحر؟ رضاع الكبير عند جماهير أهل العلم لا يؤثر ولا ينشر الحرمة، إنما قال به بعض العلماء اعتماداً على قصة سالم مولى أبي حذيفة، حيث أمر صلى الله عليه وسلم سهل بن سهيل بن عمرو، أمرها أن ترضعه لأنه كان عندهم في الخدمة ويدخل عليهم، فأمرها أن ترضعه تتحرم عليه فأرضعته. هذه قضية عين لا عموم لها كما قرر العلماء، قضية عين خاصة بهذه الواقعة فقط ولا عموم لها كسائر المسائل. هذه يسمون قضايا الأعيان وهي مشهورة عند أهل العلم. نعم. فالصحيح والحق أن إرضاع الكبير لا يؤثر الحرمة ولا فائدة منه. وأما السؤال الثاني وهو نعم فك السحر بالسحر مثله، هذا كفر، لأن الله جعل السحر تعلمه وتعليمه كفر. قال سبحانه: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، دل على أن تعليم السحر كفر.
وأن تعلمه وتعليمه كفر، والسحر كفر، لأن الساحر يدعي علم الغيب، وهذا كفر بالله عز وجل، هذا كفر بالله، ولأن الساحر يستحل ما حرم الله، هذا يستحل السحر وهو من السبع الموبقات، فإذا استحله فقد كفر بلا شك، وضرره على الناس أكثر من غيره. فالسحر كفر تعلمه وتعليمه. الله أنزل الملكين لتعليم السحر لأجل الابتلاء والامتحان، ولذلك الملكان إذا جاءهما أحد يريد تعلم السحر نصحا، قالوا إنما نحن فتنة فلا تكفر، يعني لا تتعلم السحر، لا تكفر يعني لا تتعلم السحر، دل على أن تعلم السحر كفر. وقال جل وعلا في ختام الآية: ولقد علموا، أي السحرة، لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، يعني ليس له نصيب من الجنة، وهذا يدل على كفره، لأن الذي ليس له نصيب من الجنة كافر، أما المسلم فله نصيب من الجنة ولو كان عاصيا، له نصيب ما دام لم يخرج من الدين فله نصيب من الجنة، إنما يحرم من الجنة المشرك والكافر، الساحر محروم من الجنة، ما له في الآخرة من خلاق يعني من نصيب، دل على كفره. قال جل وعلا: ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، ولو أنهم آمنوا واتقوا، آمنوا، شوف آمنوا، دل على أن الساحر ليس بمؤمن، كل هذا من آية واحدة. والصحابة قتلوا السحرة، عمر رضي الله عنه قتل السحرة، أمر بقتلهم، قتل في إماراته 3 سواحل. وأيضا حفصة رضي الله عنها أم المؤمنين قتلت جارية لها سحرتها. أيضا جندب بن كعب الصحابي مر على ساحر يلعب عند بعض الأمراء فوربه بالسيف، يزعم أنه يحيي الميت وأنه يقتل الشخص ثم يحييه، فضربه بالسيف وقال: إن كان صادقا فليحيي نفسه. هؤلاء الصحابة أجلة قتلوا السحرة، وإمامهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فمن يشك في أن السحر كفر؟ وإذا كان كفرا فلا يجوز التداوي به، ما يجوز التداوي بالحرام، والسحر أشد الحرام، قال صلى الله عليه وسلم: تداووا ولا تداووا بحرام، والسحر أشد الحرام. جاءه رجل يستأذنه في صناعة الخمر، يقول: لأنها للدواء، قال: أصنعها للدواء، يستأذن الرسول أن يصنع السحر للدواء، قال صلى الله عليه وسلم: أما إنها داء وليست بدواء، ومنعه من ذلك، فلا يجوز التساهل في هذا الأمر. نعم. في نهاية هذا اللقاء نتقدم بعد شكر الله عز وجل صاحب المعالي علامة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان